بين العرب ممالك بنوها في أجزاء عديدة من الهلال الخصيب وجزيرة العرب. اليوم نحن في إحدى هذه الحواضر. أهلا بكم في المنقب. الحضر أو عرباية، حواطرة أو حطرة دي شمش، مدينة الشمس، مجد الأنباط وفخر العرب، مدينة صنطروق ذي الرأس الشهير، مدينة الصقر والراية، المملكة التي تمركزت في المدينة فهي دويلة مدينة، ظهرت في القرن الثالث الميلادي وحكمها 4 ملوك قرابة قرن واحد. هذه المملكة الرائعة اشتهرت بمعمارها المذهل وتماثيلها وفنونها وتجارتها وأسلحتها. غدت مدينة الحضر تضاهي أرقى مدن الأرض حينذاك، غدا فيها الترف عاديا والتحضر مسلما به، حيث وجد فيها حمامات ذات نظام تسخين متطور وأبراج مراقبة ونقوش منحوتة وفسيفساء وعملات معدنية. مملكة عرباية أو ما نعرفه اليوم بمملكة الحضر من أقدم الممالك العربية في العراق، ولدت وازدهرت في الجزيرة الفراتية شمال غرب العراق وذاع صيتها في جميع أرجاء العالم. مملكة عرباية أو الحضر من أقدم الممالك العربية في الجزيرة الفراتية، ظهرت في السهل الشمالي الغربي من وادي الرافدين شمال غرب العراق وشمال شرق سوريا. عاصمتها تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل على مسافة 110 كيلومتر، وتبعد عن مدينة آشور القديمة حوالي 70 كيلومتر. ضربت فيها النقود على الطريقة اليونانية والرومانية، وصارت مكنزاً لجمع الثروات العظيمة نتيجة لازدهارها الاقتصادي، فغدت فخر العرب. وجد نقش على جدرانها يقول: صنطروق ملك العرب. صدت هجمات الفرس والروم، فقاومت التراغان فلم تعطه أذنا صاغية، وقاومت أيضا سيبتيموس سيفيريوس بعد أن احتل كل من بابل وسلوقية وطيسفون، لكنه عجز عن اقتحام عرباية. سكانها كانوا شجعانا وعنيدون، استخدموا أقواسا مركبة ترمي سهمين في كل مرة. هزمت أيضا جيش الفارسي أردشير الأول الذي سيطر على منطقة الجزيرة كلها، لكنها في النهاية سقطت بيد الفرس سنة 241 ميلادي، ودمرت تدميرا شديدا ومنع أهلها من حمل السلاح. ورد اسمها في عدد من الكتابات الآرامية المكتشفة فيها باسم عرباية، وتعني بلاد العرب. ذكر المؤرخون إن قبائل العرب هي التي أسست المدينة في القرن الأول قبل الميلاد، حيث أقام ساداتها مستفيدين من الخلاف الذي حصل بين الفرثيين والرومان بذكاء وحنكة، حتى إنهم حصلوا على الأموال من الطرفين. Thank you.
تقع أطلال مدينة الحضر التاريخية على بعد 2 كيلومتر شمال غرب مدينة الحضر الحالية، وعرباية مستديرة تقريبا قطرها حوالي الكيلومترين، يحيط بها خندق عميق محكم الجوانب، ويحيط سورا مدعم ب 163 برجا فيها. ويتكون هذا السور من جدارين عريضين كل منهما بعرض 3 أمتار والآخر بعرض 2.5 متر، وبينهما مسافة 12 متر عند البوابة الشمالية. وجد أيضا ساتر ترابي يلف بالمدينة من جميع الجهات على بعد 0.5 كيلومتر خارج السور، ولا يعرف إن كان سورا خارجيا أم إنه حلقة أحكم بها العدو حصاره للمدينة. كان سكان الحضر في معظمهم من العرب، وبينهم بعض الآراميين الذين كان لهم تأثير في اللغة والكتابة والمعتقد. اشتهرت الحضر رغم قولنا إنها عربية بأنها مدينة فرثية، وذلك لأن معظم قوتها وصيتها الواسع عرف إبان حقبة الفرثيين، وكانت أزياء سكانها مختلفة عن أزياء العرب، وكان كثيرا من آلهتها خليطا يونانيا فارسيا وعربيا وآشوريا. وتظهر أسماء ملوكها وعديد ممن عثر على أسمائهم أقرب إلى الآرامية أو الفارسية منها إلى العربية. كان شعار المدينة هو الصقر الذي ما زال يطوف في جنباتها حتى يومنا هذا، وهو يمثل قوة وهيبة المدينة التي يحكمها آل نصر الأقوياء. سكان الحضر مشركون يعبدون آلهة عديدة، منها شمش أي الشمس، وسيد السماء بعل شمين، واللات، وهناك ثالوث معبود، ثم تحولوا إلى الديانة المسيحية وغدت دولتهم دولة دينية. قبل تحولهم للمسيحية كان يصفون الشمس بالإله الأكبر، تخيلوه على هيئة حكيم ملتح عاقل كما توضح رسومهم على أقواس وإسكافات في المعبد الكبير. ومع إله مذكر كبير كان هناك آلهة ذكور آخرين، منهم الإله نرجال، وكان هناك نشرا أي النسر، وكان هناك آلهة إناث. الإلهة ترعت التي تصورها التماثيل دائما مع أسد أو لبوة وترفع بيدها راية، وهناك تايخة حارسة المدينة والأبراج والأبواب، وتصور اللات دائما مع إلهتين أصغر منها حجما، وفورتونا آلهة مقتبسة من الرومان تمثل الحظوظ، تحمل كرة بيدها رمزا للحظ الذي يتدحرج بلا تعيين فيصيب خيرا أو شرا، وكانت العرائس يقصدنها متعبدات طلبا لسعادة زوجية مأمولة. أما نيني فترتدي ثوبا طويلا تمسك بيدها اليسرى عصا تنتهي بكرة. أما ثالوثهم فمكون من الإله مرن أي السيد، ومرتن أي السيدة، وبرمرن أي ابن السيد، كما في المسيحية عن الأب والابن والروح القدس. ومن معبودات الحضر الأخرى السابوع، وهو مجموع الكواكب الخمسة مع الشمس والقمر، ولكل منهم يوما من الأسبوع يعبد فيه.
ظهرت مملكة الحضر في القرن الثالث الميلادي، ودامت دولتهم لأربعة ملوك فقط. دام حكمهم قرابة قرن من الزمان. ما زالت كثير من مساحة الحضر وما حولها لم ينقف فيها، لذا ما زالت معلوماتنا غير كافية عنها، ولم يزد المنشور من الكتابات التي عثر عليها هناك عن 500 نص، ومعظمها قصيرة كتبت بالآرامية لذكرى أو لدعاء. مرت الحضر بثلاث مراحل: دور التكوين، ثم دور السادة، ثم حل دور الملوك الذي بدأ منتصف القرن الثاني للميلاد وانتهى بسقوط الحضر عام 241 ميلاد. في دور الملوكية وعلى مدى 84 عاماً تمتعت الحضر بقسط أوفر من الاستقرار، وتوسع نفوذها حتى بلغ ما بعد نهر الخابور، وملوكها هم: أولهم ولقش، والثاني هو سنطروق الأول وهو أخ ولقش، والملك الثالث عبد سمية وهو ابن سنطروق الأول، ورابعهم وآخرهم سنطروق الثاني وهو ابن عبد سمية. بمعمارها المذهل وفنها الأخاذ وأسلحتها وصناعتها، صارت تلك المملكة العربية قبلة الدنيا ونظير روما بمحاكمها وحزمها وبحماماتها وزخرفها ونقوشها ونقودها، صارت من عواصم الدنيا الكبيرة. زيارة المعابد كانت واجبة وبصورة دائمية عند أهل الحضر، لا سيما في المناسبات والاحتفالات الدينية، فضلاً عن الزيارات اليومية لإقامة الصلاة وغيرها من الشعائر والطقوس الدينية من تقديم القرابين والنذور والدعاء. وكان لزيارة المعابد قوانينها التي لا يجوز تجاوزها، فقد ذكرت إحدى كتابات الحضر إنه لا يجوز لأي أحد دخول المعبد إلا بعد خلع عليه، والآلهة تصب لعنتها عليه إن خرق هذا الأمر. رصع الحضريون الوجه العلوي لعتبات المعابد بالأحجار والقطع الزجاجية الملونة تعبيراً عن مكانتها وحرمتها، فكان على قاصديها اجتياز العتبة قفزاً بعد خلع النعلين، وهذا أنصع دليل على قدسية تلك المعابد وحرمتها. من أهم معابد الحضر المعبد الكبير، هذا الصرح المهيب الذي يقع في وسط المدينة، فهو مركزها وقلبها النابض، لأن المعبد يومئذ لم يكن مكاناً للعبادة فحسب، بل ساحة
للأمور الاقتصادية والسياسية والأدبية والاجتماعية. كان مخصصاً بالدرجة الأولى هذا المعبد لعبادة الشمس، وكان يعرف لدى الحضريين باسم هيكلاوبا أي المعبد الكبير، أو بيت آلها أي بيت الإله، وهو مستطيل الشكل أضلاعه على الجهات الأربعة الأصلية. طول المعبد قرابة 44 متراً، ويقسم المعبد الكبير إلى قسمين هما الصحن والحرم، ويعد الحرم أكثر أماكن المعبد الكبير قدسية لوجود المعبد المربع أو الخلوة. يضم المعبد الكبير نوعان من المعابد، معابد الحرم ومعابد الصحن، ومن معابد الصحن معبد الإله مرن الملفت بطابعه الإغريقي، إذ تقوم الأعمدة فيه مقام الجدران، يتألف من مصطبة طولها من الأسفل 13 متر تقريبا وعرضها 10 أمتار وارتفاع عن الأرضية 1.80 متر، ويحيط بها صفان من الأعمدة الحجرية المدورة يبلغ عدد الداخلية منها 24 عمودا، أما الخارجية فعددها 25 عمودا، وعثر فيه على تماثيل إغريقية مثل بوزايدون وأبولو وكيوبيد إله الحب. وهناك معبد اللات، ويقع في صحن المعبد الكبير عند الزاوية الشمالية الغربية من الجدار الفاصل، ويتألف من إيوان كبير على جانبيه إيوانان صغيران خلفهما مجموعة من الغرف، وتشير الكتابات الآرامية إلى أن الملك سنطروق الأول هو من أمر ببناء هذا المعبد. أما معبد السقايا فيقع إلى الجنوب من معبد الإله مرن، وإلى الشرق من معبد الثالوث في الزاوية الجنوبية الغربية من صحن المعبد الكبير، وهو أشبه بمصطبة مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها 16 متر في 14.40 سنتيمتر، وفي وسطها تقريبا مذبح مستطيل الشكل مشيد من حجر المرمر الأزرق. أما معبد الثالوث فيقع إلى الجنوب من معبد سيما، ويتكون من إيوان وسطي كبير وعلى جانبيه إيوانان صغيران بطابقين، والمعبد خصص لعبادة الثالوث مرن ومرتن وبرمرن، حيث عثر على 3 منحوتات تمثلهم. شيد هذا المعبد على مصطبة ارتفاعها 7 أمتار عن مستوى سطح الأرض، ويرتقى إليه بمدرج ثلاثي التقسيم. هذه 8 معابد، أما المعابد الصغيرة فهي معبد نرجول، معبد بعل شمين، معبد أترعتا، معبد أشربل، معبد إلهة الحظ، ومعبدا هرقل نرجول، ومعبد الإله نابو، أما الأخير وما قبله فمعبد هرقل جندا ومعبد الربة نني. مملكة سادت ثم بعدت، بقيت ذكراها
وما يتبقى فيها من عبر وبقايا من مجد غابر. كنا معكم في المنكب.